هنروح للخبر التالي وهو ابرز الاخبار المحليه. كنا قلنا يمكن الحلقه اللي فاتت ان في قرعه منتخبات الريشه الطائره لبطوله افريقيا اللي هتتلعب على ارض مصر هذه الاثناء هتتعمل هذا الاسبوع. طبعا القرعه اتعملت والبطوله هتتلعب في على صاله 4 في استاد القاهره وتلعب بكره من بكره لحد يوم 18 اللي جاي ان شاء الله او 18 فبراير اللي جاي باذن الله. بطوله مهمه لريشه الطائره وكمان احنا دايما متابعين اخبار الريشه الطائره. الحقيقه هو اتحاد مكافح لعبه بدات يعني تشارك وتبقى ليها وجود حتى في الاولمبياد. محتاجين لسه شغل اكتر طبعا اكيد ولكن الناس شغاله وبتعمل عليها وده اكبر دليل ان البطولات بدات تيجي عندك وبدا يثق فيك الاتحاد الدولي فنيا وتنظيميا ان انت تقدر تقود هذه البطولات. طيب مصر وقعت او منتخبنا وقع في المجموعه الاولى مع كل من الجزائر وزامبيا واوغندا. المجموعه الثانيه فضم جنوب افريقيا نيجيريا موريشيوس الكاميرون. اما قرعه السيدات فجت منتخبنا في المجموعه الثانيه اوغندا نيجيريا اما المجموعه الاولى فضمت جنوب افريقيا الجزائر موريشيوس الكاميرون. طيب منتخبنا الوطني مشارك في البطوله دي بقائمه مكونه من احمد صلاح وادهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي اشرف واحمد علي البهنساوي وعبد الرحمن مجدي في منافسات فردي الرجال. ومنتخب السيدات بيتكون من ضحى هاني ونور يسري وجنى هشام وهنا زاهر ورحمه العدوي وكوثر محمد ربيع. وبيدرب منتخبنا الوطني فنيا محمود عزت كمدير فني وفايز ومنير فايز في منصب المدرب العام. طبعا عشان يعني الحقيقه نعرف اكتر لازم يكون معانا الكابتن محمد كمال في مداخله عشان يكلمنا عن البطوله ويقول لنا كمان ابرز المحطات في هذه البطوله. اهلا بك يا كابتن محمد. تحياتي ليك يا كابتن هيثم وللساده المشاهدين. نتمنى طبعا لحضرتك يا كابتن كل التوفيق في هذه البطوله ونتمنى ايضا الفوز اكيد لمنتخب مصر. كلمنا عن البطوله وهدفك من البطوله دي او التارجت بتاعك في البطوله دي يا كابتن محمد. طبعا البطوله حدث كبير طبعا بثقه مصر الافريقي والعالمي. البنيه التحتيه عندنا جاهزه جاهزيه كامله لاستضافه البطوله. البطوله مهمه جدا وحدث كبير لنا للريشه الطايره. احنا حصلنا على شرف التنظيم ومنافسه كبيره جدا وقدرنا نوصل لتنظيم البطوله. البطوله النهارده تم الاجتماع الفني للبطوله وتقسمت للمجموعات. عندنا 11 دوله بتشارك من افريقيا، عندنا 8 فرق ورجال وسيدات، وعندنا 3 فرق يشاركوا في الانديفيدوال اللي هي الفرديات والزوجيات. مهمة جدا البطولة طبعا. البطولة مؤهلة لبطولة العالم في الصين في شهر مايو. البطولة مهمة جدا للثلاثة لعيبة اللي عندنا اللي في ريس باريس، أدهم حاتم وضحى هاني ونور يسري. طبعا إن شاء الله بإذن الله بنسبة 80-90% نتأهل منهم من البطولة أفريقيا. إن شاء الله لو كتب لنا التوفيق من ربنا ونتوفق بأمر الله للعبتنا يبقى قطعوا شوط كبير جدا في التأهل لباريس 2024. فده حدث مهم بالنسبه لنا، احنا بنجهز له على اتم الجاهزيه والاستعداد، كل حاجه تمام الحمد لله والامور ماشيه بصوره محترمه. طب كابتن يعني كلمنا عن تنظيم البطوله اكتر. يمكن الاتحادات الافريقيه والدوليه بيهمها التنظيم ويهمها ان الدوله المنظمه تكون موفره كل الامكانيات من التدريب للاقامه. كلمنا عن تفاصيل البطوله، تفاصيل الاستضافه، ابرز الامكانيات اللي وفرتها الدولة المصرية طبعا وحضراتكم الاتحاد المنظم لهذه البطولة للاعبين والفرق المشاركة. طبعا احنا عملنا مراكز للاستشفاء للاعبين كاملة، الصالات جاهزة كاملة، اللعيبة بتتدرب من أول أمس على الملاعب، الإقامة طبعا موفرين كل سبل الراحة، المواصلات والنقل والاستضافة وكل شيء الحمد لله على أعلى مستوى، لما فيش أي مشكلة لحد النهاردة في التنظيم خالص، الأمور ماشية بصورة زي ما قلت لحضرتك مميزه جدا ومثيره للاعجاب وكل الناس راضيه ومبسوطه جدا 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 بالبطوله. طب كابتن احنا بالصراحه المباراه هتلعب على صاله 4. طيب اثناء البطوله في فرقه هتبقى عايزه تتمرن، مثلا عندي ماتش بالليل بحتاج اتمرن الصبح، في صاله ثانيه مجهزينها للتدريبات؟ هو العرف عندنا التدريبات بتكون قبل البطوله بثلاث ايام. نعم. انما اثناء المباريات ما فيش. اللعيبه بتاخد راحه ان البطوله بتبقى طويله من 9 صباحا ل 9 مساء. صحيح. وطبعا كل لاعب بيلعب ماتشاته او حاجه بيحتاج راحه عشان يجي بعد الدور يلعب الماتش الثاني. بنحاول نوفر ملعب ثالث رابع جنب التنظيم بحيث ان اللعيبه ايه تقدر تيجي، اللي عايز يقدر يتمرن يجي يتمرن متاح لها. نعم، طب كابتن يمكن احنا على المستوى الدولي يعني خلاص ان شاء الله افريقيا دي المحطه الاخيره لينا قبل باريس 2024، ولكن محتاجين يبقى عينينا على المستوى الدولي، خاصه ان احنا بدانا نخش هذا المعترك الدولي يمكن متاخرين شويه.
والحمد لله ده نجحنا ده في الاولمبيات اللي فاتت ان احنا نوصل، وبنرتب امورنا اهو عشان نوصل الاولمبيات القادمه على المستوى الدولي. شايف تطورنا، تطور مستوى منتخب مصر ورجال وسيدات ازاي؟ احنا بنتصور تطور كبير جدا، وده ملحوظ جدا. احنا الحمد لله طموح الاتحاد ومجلس ادارته الوصول للعالميه، وده باتفاق مع معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، هو نبع الكلام ده. احنا عايزين نطلع لفوق في العالميه، فالحمد لله رب العالمين. اللعيبه ماشيه في التارجت السليم وفي التراك الصح لان احنا نقدر نحقق ميداليا. احنا وعدنا معالي الوزير يعني في الاولمبيات الجايه يكون عندنا لاعب، قربنا من العالميه جدا، اللعيبه بتتطور كويس جدا، بطولات مكثفه جدا في مصر. عندنا بروتوكول التعاون مع الاتحاد الدولي هيفيد لاعبتنا جدا في التدريبات وفي كل حاجه. عندنا يعني بص ثوره في الريشه الطايره في مصر، الحمد لله رب العالمين. يعني الطموح الاول والكبير لنا العالميه، يعني عندنا مرحله الافريقيه والعربيه ماشيين بقى في الاتجاه العالمي باذن الله، وقريب جدا نحقق حاجه كويسه. انا سعيد عندنا جدا، مجموعه ناديين طالعين كويسين جدا، متعدين اعداد جيد جدا يقدروا. عندنا مجموعه خبرات، يعني نقدر نعمل مزج بين الخبرات والشباب ونوصل لحاجه كويسه ان شاء الله قريب. انا سعيد جدا بنبره الصوت كابتن محمد، انه انا باصص يعني انت لو احلامك بتبقى كبيره فانت يعني بتقرب من حلمك ده، فبتوصل لدرجه عاليه من الاتقان. فالحقيقه انا عاجبني يعني اللغه اللي انتوا بتتكلموا بيها، وده دليل على ارض الواقع. مجلس الاداره كله برئاسه الدكتور علاء حطاب الله وزمايلي في مجلس الاداره، طموحنا كلنا العالم، واحنا بنخطط لكده من سنتين وماشيين في التراك الصح، يعني بجد يعني ان شاء الله هنوصل لمرحله كويسه في القريب العاجل، وهيكون صدق لحضرتك نكون معاك ان شاء الله ان احنا نجيب حاجه عالميه باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. وكمان احنا برضو محتاجين نطمن على يعني رعايه وزاره الشباب ليكوا، اللجنه الاولمبيه النهارده يعني اكيد بتقعد معاكوا، يعني كلمني عن البادجت اللي بتطلبوها، التوفير. الوزاره برعايه معالي الوزير طبعا وكافه الادارات المركزيه بتتابع البطوله اول باول. كان عندنا مشاكل في الفيز والكلام ده كله زللوها لنا، ما عندناش مشكله الحمد لله. بيتدخلوا لما بنطلب تدخل، بيدعمونا كويس، الاتحاد ماشي كويس بصوره كويسه، يعني علاقتنا باللجنه الاولمبيه محترمه جدا. الامور يعني بصراحه في الاتجاه السليم كلها عشان اكون واضح، يعني دي حاجه تسعدنا، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ونبارك لحضرتك على بطوله افريقيا. كابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري للريشه الطائره، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لكم انه يعني بالرغم ان الالعاب دي مش عندنا في النادي الاهلي، ولكن بيبان الاتحادات والمجموعات اللي بتشتغل. الهدف انه فعلا يعني ان احنا ما تبقاش الموضوع على قد ان انت تبقى مشاركه زي ما بيقولوا مشرفه، لا، احنا عايزين الاولمبيات اللي جايه باذنك يا رب نبقى ابطالنا حاضرين وجاهزين بقوه، ويكون عدد ميدالياتنا اكتر. يمكن احنا دايما 5 6 4 ميداليات، احنا عايزين نعدي الرقم ده. محتاجين نلاقي في يوم مصر ليها 15 ميداليه، يعني في دول يمكن قريبه منا في المنطقه بتجيب ميداليات اكتر منا. لا، احنا عايزين مصر تكون دايما ليها الرياده، وده مش صعب، يعني ده محتاج شويه اخلاص، شويه شغل، شويه مراقبه فنيه كمان من اللجنه الاولمبيه اللي كان دورها ده كان دورها، وللاسف الفتره اللي فاتت ما كانش موجود. محتاجين الفتره اللي جايه انه يبقى المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه وهو رئيس اللجنه الاولمبيه، الفكر يتغير ان يكون في دعم فني للاتحادات، نقعد نتكلم معاهم ونشوف مطالبهم ونشوف برنامج الاعداد بتاعهم، ندعمهم بشكل او اخر، ونسيبنا شويه بقى من الحاجات الاداريه دي، نسيبها طبعا لوزاره الشباب والرياضه بادواتها بقدرتها على تطبيق القانون المصري. نسيب الموضوع ده اداريا وماليا للوزاره زي ما قال القانون، ونركز في الامور الفنيه.